Welcome everybody, welcome to my channel. Today we will have our lesson about trimethyl compound, and in this lesson we will talk about trimethyl formula, how to make trimethyl formula, ازاي نعمل صيغة كيميائية. Okay, let's go. كيميكال فورمولا اللي هو الرمز الكيميائي، ازاي تكتب رمز كيميائي؟ نبقى دكاترة كده ونكتب رموز كيميائية ازاي؟ المفروض ان احنا قلنا هنحفظ العناصر اللي في الجدول اللي خدناه في الفيديو اللي فات، ونحفظ الايه راديكالز او اتوميك جروبس ونشتغل مع بعض. كيميكال فورمولا بيقولك هي فورمولا represents the number and the type of atom in the molecule او molecule، يعني الصيغة الكيميائية دي هي فورمولا شكل كده رمز كده بتبين number عدد and the type of atom ونوع الاتوم، اتوم دي بتاعت اكسجين ولا بتاعت كربون ولا بتاعت صوديوم ولا ايه، وعايز عددهم، يعني عايز في المركب ده في كام اتوم ورموزهم وتبقى صح ماشية مع ايه اسمها. فمثلا بيقول لك write the molecular formula for each of the following، عايز نكتب رمز الكيمياء بتاعت الحاجات اللي جاية دي. هيدروجين كلورايد، ركز معايا بقى واحدة واحدة، هيدروجين رمزه H وكلورايد Cl. طيب كده انا كتبت الرمز، فيها حاجة كده نص الطريق. النص التاني بقى الأرقام بتاعتهم، الفالنسي بتاع كل واحد. الهيدروجين 1، هو معندوش غير 1 إلكترون، يبقى الفالنسي بتاعه 1. طيب والكلورين، الكلورين 17 287، ياخد 1 دي ابتدى ياخد 1 شيرو 1، المهم ان الفالنسي بتاعه 1. فنعمل ايه؟ الفالنسي بتاع الهيدروجين 1 بكتبه هنا جنب اللي جنبه، يعني فالنسي الهيدروجين بكتبه جنب الكلورين، وفالنسي الكلورين اكتبه جنب الهيدروجين. انا جربتهم تحتيهم دلوقتي كده لحد ما ايه ما نشوف هنرسى على الارقام دي ولا هيحصل فيها حاجه. يبقى الهيدروجين الفالنسي بتاعه هنا، والكلورين الفالنسي بتاعه هنا. طيب هل الارقام دي كنا بنكتبها الوان ده بيتكتب؟ لا، قالك تسهيلا كده الوان ما بيتكتبش، يعني الرمز النهائي يبقى HCl. مادام هنا الفالنسي 1 وده 1 مفيش اختصار بينهم، ووصل كده ابسط حاجه، وان ده ما بيتكتبش يبقى HCl. طب مركب تاني كربون دايوكسيد، كربون دايوكسيد، كربون رمزه C، وأوكسيد جاي من أكسجين رمزها O، عندي C والO. طيب الفالنس بقى بتاع كل واحد، الكربون كان عنده في الآخر 4، يعني الفالنس بتاعه مونو داي تراي، ها تترا، تترا فيلنت رباعي، هكتبه جنب الأكسجين. طب والأكسجين الأكسجين كان آخره 6، يعني فاضل له 2، يبقى الفالنسي بتاعه داي فيلنت. طب الأرقام دي مفيش بينها بقى إيه، مينفعش أعملها سيمبل ولا حاجة كده أبسطها؟ ينفع، لو عملت لهم اختصارات يعني أعمل كل واحد فيهم ديفايدد 2 يطلع ده 2 ديفايدد 2 ب 1، و 2 ديفايدد و 4 ديفايدد 2 ب 2، يعني الرمز النهائي يبقى CO2. اختصرت 2 دي ديفايدد 2 بقت 1، وال 1 ما بيتكتبش، وال 4 دي عملت لها سمبليفاي ديفايدد 2 طلعت 2، يبقى ده الرمز النهائي CO2 كربون دايوكسيد اللي هو الغاز اللي احنا بنطلعه في عملية التنفس. طب المركبين دول بقى كالسيوم صلفيت وصوديوم اوكسيد، كالسيوم رمزه Ca
وسلفيت اس او 4. خلي بالك الاس لوحدها كانت سلفر، لكن اس او 4 دي مجموعه سلفيت، دي راديكال او اتوم الجروب. طيب الكالسيوم الفالنسي بتاعه 2. طب ومجموعه سلفيت، قلنا كربونات سلفيت كانوا مجموعه ايه؟ مونو ولا داي ولا تراي؟ كانوا داي، يعني الفالنسي بتاعها 2. طب ده الفالنسي 2 وده الفالنسي 2، يروحوا مع بعض، يبقى المركب النهائي CaSO4، لان ال 2 و 2 راحوا مع بعض، هيبقى 1 و 1 وال 1 ما بيتكتبش. طب صوديوم اوكسيد، صوديوم Na والاكسجين O. طيب الفالنسي بتاع الصوديوم مونوفالنت، يبقى حتى تحت الاكسجين كام؟ 1. طب والفالنسي بتاع الاكسجين داي فالنت، اكتبه تحت ال Na. طب دول بينهم بسمبليفاي ينفع اختصرهم؟ ما ينفعش، يبقى هيفضلوا زي ما هم، يبقى Na2O، يبقى ده ايه الرمز الكيميائي بتاع صوديوم اوكسايد. فيهم حاجه دول؟ طب صوديوم نيتريت، صوديوم Na ونيتريت دي مجموعه اتوم الجروب، كان رمزها NO3، يبقى NaNO3. طب الفالنسي صوديوم 1، تبقوا تحت ال NO3. طيب وال NO3 الفالنسي بتاعها 1، تبقى تحت الصوديوم. طب 1 وال 1 ده ايه؟ ملوش لازمه، يبقى NaNO3. في حاجه دي؟ الومنيوم كربونيت، الومنيوم AL وكربونيت دي مجموعه CO3. طيب الفالنسي بقى بتاع الالومنيوم، الومنيوم 13، يبقى الفالنسي 3. طب الفالنسي بتاع مجموعه كربونيت، نقولنا كربونيت سلفيت كانوا ايه؟ دايفالنت 2. طب يتكتب ازاي بقى المركب؟ اولا ما فيش سمبليفاي بين ال 2 وال 3، مش هينفع اختصرهم، هيفضلوا زي ما هم. طب حتى ب 3 و 33 كده جنب بعض؟ قال لك لا، عشان افرقهم عن بعض هعمل ايه؟ بتوين براكت AL2 و CO3، واعمل بايه؟ بتوين براكت وبعد كده 3. يبقى عشان افرق ان كده عندي 3 مولكولز اوف CO3، ثلاث مجموعات من CO3 يخشوا مع 2 الومنيوم. ده معنى الجمله او معنى المركب. طيب بص بقى، بيجيلك مطلوب تاني، ركز معايا. ده صوديوم كربونيت رمزه Na2CO3. المطلوب مني بقى number of atom in molecule، عدد الاتومز كام، ونمبر اوف فورمينج اليمنتس، وعدد الاليمنت كام. اولا طب اجيب مين قبل مين؟ اجيب نمبر اوف اليمنت الاول. يعني ايه؟ يعني انا عندي حروف كتير اهي، ان اي ان و اي و سي و او، الاربع حروف دول هل بيدلوا على عنصر واحد، اليمنت واحد في الاربع حروف دول؟ طبعا لا. طب في عنصر اسمه CO او اختصاره CO؟ لا، السي دي بتاعت الكربون والاو دي بتاعت الاكسجين، يبقى دول كام اليمنت؟ 2. طب الان دي بتاعت حاجه والاي الصغيره دي بتاعت حاجه؟ لا، هي الان على بعضها صوديوم، يبقى كده عندي كام اليمنت؟ 3. عندي كام اليمنت؟ 3، ان اي صوديوم، سي كربون، او اكسجين، يبقى number of forming element 3. تيجي بقى انت في الامتحان كده تخطط تحت كل واحد فيهم من الثلاثه اللي انت حددتهم، تخطط عليهم، ما تستهترش باي خطوه، علمك وتخطط عليهم. طب وبعدين جنب كل واحد بقى حطيت تحتيه خط، هتعد الارقام اللي جنبه. يعني ان ايه الرقم اللي جنبه؟ 2، يعني عندي 2 ان ايه. السي جنبها حاجه؟ طب يعني مفيش؟ لا، معناها 1، وقلنا ال 1 ما بيتكتبش، يبقى في واحده سي. طب والاو جنبي 3، اجمع بقى 2 و1 و3 يطلعوا 6، يبقى انا عندي number of atom عندي 6 atom. في حاجه دي؟
الاول احدد الاليمنت وبعد كده احدد الارقام اللي جنبيه. طب سي يو سي او 3 فيها او وسي وسي على بعضها ده الكبر اهو، يبقى 3 اليمنت يبقى عدد الاليمنت 3. طب عد الارقام اللي جنب كل واحد، سي يو في حاجه جنبها؟ مفيش، يبقى 1 والسي 1 والاو 3 يبقى مجموعهم كام؟ 1 و1 و3 يبقوا 5. طب صوديوم هيدروكسيد NaOH محدش يقول لي دي مجموعة راديكال على بعضها، لا أنا بعد الإيليمنت، يبقى O لوحدها والH لوحدها، ده إيليمنت وده إيليمنت، والNa إيليمنت تالت، يبقى عندي 3 إيليمنت جنب كل واحد بقى، نعد اللي جنبيهم بقى، الNa مفيش حاجة يبقى 1، والO مفيش يبقى 1، والH 1 يبقوا 3. يبقى انا عديت كده اللي جنبيهم بقوا 3. طب ركز في اللي جاي دي بقى، مغنيسيوم هيدروكسيد ام جي او اتش باي 2، ام جي او اتش باي 2 باي اللي هي البراكت ده. طيب عندي الاو والاتش وام جي دي بتاعت مغنيسيوم، يبقى عندي كام اليمنت؟ 3. الارقام بقى، واحد هيقول لي 4، لا مش 4. طب نعد كويس بقى، التول اللي بره دي معناها ان في 2 اتش وفي 2 او، يعني كان انا بعملها تايمز كده، تايمز كل اللي جوه. هنا الاتش جنبها 1 وهي جوه بتوين براكت او في الكروس ده هي جنبها 1، 2 تايمز 1 ب 2 يبقى في 2 اتش، والاو مفيش حاجه جنبها كانها 1 تايمز التول اللي بره دي يبقى في 2 او. او واحد بيتلخبط كده، معنى ان اللي بره دي 2 يعني اعمل او اتش واعمل جنبها او اتش كمان، يا تعمل او اتش وجنبها او اتش كمان، يا اما تضرب الارقام اللي بره في اللي جوه. لو انا عملت مجموعتين او اتش يبقى عندي 2 او وعندي 2 اتش يبقى 4 كده، وواحده ام جي يبقى عندي 5. يمكن اللي دي اللي محتاجه ايه على حسب، او لو واحد بيفكر كده بسرعه ممكن يجيبها. عندي كام اليمنت؟ عندي الاو والاس والاي ال يبقوا 3. طب النمبر اوف اتوم بقى، اي ال 2 خلصنا منها. طيب الاس كام؟ ها هي ما جنبها فاضي يعني 1، بس في بره اللي بره الكروس في كام؟ في 3، تضرب في 1 يبقى 3، يعني معناها ان عندي 3 اس. طب والاو كام؟ ها 4 ولا 3 ولا 4 تايمز 3؟ هي 4 تايمز 3 يبقى عندي 12، يبقى 12 او و 3 اس و 2 المونيوم يطلعوا كام؟ 17. ماشي، اللي بيتلخبط في الضرب يجيب الكروس ويكتبه 3 مرات، اكتب اس و 4 جنب بعض كده 3 مرات، وعد الاو في كل واحد فيهم كام والاس في كل واحد فيهم كام. هنا كالسيوم سلفيت كام اليمنت؟ 3 جدع. طيب نعد بقى، دي ما فيهاش ايه؟ باي، ما فيهاش براكت، فنعد على طول، دي 1 والاس 1 والاو 4 يطلعوا 6. طب صوديوم اوكسايد كام اليمنت؟ ما حدش ياخدهم بقى 3 3 يبقى 3، لا دول الاو والان اي دول عنصرين يبقى 2، والارقام اللي جنبيهم جنب الان اي 2 وجنب الاو ما فيش يعني 1 يبقى 3. كالسيوم اوكسايد سي اي او يبقى عندي 2 اليمنت، الكالسيوم والاكسجين يبقى 2 برضو. في حاله دي فانت حاول تتمرن على الحاجات زي كده، امسح دول او راجع الفيديو وحلهم تاني لحد ما ايه تتأكد منه. لحد هنا يبقى انتهى درسنا النهاردة، نحاول ايه نتمرن ازاي نعمل كيميكال فورمولا، ازاي نعمل احنا صيغة كيميائية، ازاي نعد number of atom ونجيب number of element، نحاول نتمرن على الكلام ده، نجيب البالانسي.
خلي بالنا من الحاجات دي ماشي، وإن شاء الله نلقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.